من اخترع الأسطرلاب؟ طور الأسطرلاب في اليونان القديمة واعتبر أداة رصد قوية خلال العصور الوسطى بعد إضافة الفلكيين المسلمين تطويرات وتحسينات عديدة عليه، وبقي استخدامه شائعا حتى سنة 1650 ميلادي، وكان هيبرخوس الذي ازدهر خلال النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد مراقبا فلكيا شديد الحرص، وكان يعمل بطريقة منظمة واخترع العديد من الأدوات الفلكية، ويعتقد بعض المؤرخين في علم الفلك بما في ذلك تومر وجون نورث وديفيد كينج أن هيبرخوس قد يكون هو المخترع الأسطرلاب الذي يستخدم لمعرفة الوقت ليلا من مواقع النجوم. بدأ تاريخ الأسطرلاب في العام الهيلينستي في الإسكندرية، ومن هناك انتشر شمالا إلى العالم البيزنطي ثم شرقا من خلال العالم الإسلامي وإلى الهند، وفي وقت لاحق سافر غربا عبر شمال إفريقيا ثم إلى مسلمي إسبانيا. وتعود تسمية الأسطرلاب بهذا الاسم إلى الكلمات اليونانية أسترون ولامبيان، وتعني الشخص الذي يمسك الأجرام السماوية، وهو عبارة عن أداة فلكية قديمة متعددة الأغراض وكانت الأكثر استخداما آنذاك. يتكون الأسطرلاب من اللوحة الأم والتي تعتبر كأساس لعمل الأسطرلاب، وهي لوحة دائرية مصنوعة عادة من النحاس الأصفر، ويصل قطرها إلى حوالي 15 سنتيمترا، ويصل سمكها إلى حوالي 6.4 مليمتر. وتحمل حافة اللوحة مقياسين، أحدهما داخلي لقياس ساعات اليوم، والآخر خارجي لقياس الدرجات من 0 إلى 360 درجة. ويحتوي أعلى الأسطرلاب على حلقة، وعند استخدامه كان عالم الفلك يربط الحبل في هذه الحلقة ويسمح للأسطرلاب بالاستقامة للأسفل. ويحتوي الأسطرلاب كذلك على سلسلة من الألواح التي تقابل كل منها ارتفاعا معينا. استخدامات الأسطرلاب: هناك العديد من الاستخدامات للأسطرلاب، نذكر منها تحديد موقع الأجرام السماوية، قياس طول الليل وقياس وقت السنة، تحديد خطوط العرض والسفر في الصحاري، أغراض الرصد، حساب موقع الشمس والنجوم. كان الأسطرلاب يعادل آلة حاسبة في القرون الوسطى، واستخدم في مجموعة واسعة من الملاحظات والحسابات في علم الفلك والملاحة، تحديد أوقات الصلاة، تحديد اتجاه القبلة. علم التنجيم، وهو الأكثر استخداما والأكثر شيوعا، تحديد ارتفاع القمر والشمس والنجوم.